للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي. بعد التحية لك دكتور كريم، إذن يعني تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي أعلن البنك المركزي هذه المبادرة للتمويل العقاري رسميا بسعر عائد متناقص 3% لمدة حتصل ل 30 عام، طبعا من خلال بنوك وشركات تمويل عقاري. هذه المبادرة التي انتظرها المواطنون كثيرا هي تتحقق الآن، كيف تنظر إليها؟ طبعا بالفعل هي مبادرة في غاية الأهمية، وكان أيضا السوق العقاري في مصر كان محتاجها وبشدة. طبعا يمكن دي يعني يمكن من أولى المبادرات بالفترة الطويلة دي على مدار 12 عام، يعني احنا تقريبا 30 عام عفوا، يعني احنا بنتكلم تقريبا على 360 شهر. طبعا يعني احنا برضو القطاع العقاري في مصر يعتبر من القطاعات الرائدة ومن القطاعات الكبرى اللي بتساهم بشكل كبير في الاقتصاد القومي، وتستوعب حجم كبير من الاستثمارات، وليس فقط استثمارات ولكن ايضا حجم كبير من العمالة. وبالتالي يعني مع أزمة عام 2020 أو أزمة كوفيد، ده انعكست أيضا على القطاع العقاري، إن فأصبح في نوع من أنواع الركود إلى حد ما. ولكن طبعا تلك المبادرة دي 100 مليار، مبلغ ضخم هيساهم بشكل أو بآخر إنه هو يزيد الطلب ويزيد حركة البيع والشراء على هذا القطاع الهام. طبعا أيضا الثروة العقارية في مصر، يعني يمكن وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الأخيرة، أن احنا لدينا في مصر ما يقترب من 13 مليون وحدة عقارية مغلقة. وبالتالي طبعا يعني أنت عندك طبعا هذه المبادرة ستساهم في هذه المشكلة، حل مشكلة الوحدات السكنية المغلقة. بالفعل، لأن طبعا الوحدات السكنية المغلقة احنا بنتكلم على عشرات المليارات، وده طبعا لما يتوفر السيولة اللازمة للشراء طبعا ده هينعكس على الاقتصاد ككل، ان هي فلوس جديدة بيتم ضخها في الاقتصاد. وايضا على الجانب الاخر هيشجع الشركات المطورين العقاريين ان هي مزيدة من الاستثمارات في هذا القطاع الهام. ولكن طبعا هنا النقطة الأهم ان هو المستهدف، الفئة المستهدفة من هذه المبادرة هو متوسط ومحدودي الدخل. احنا زي ما شفنا ان هي لها شروطها، ان المستفيدين منها محدودي الدخل ومتوسط الدخل، ان هم يكون لديهم القدره ان هم يشتروا وحدات عقاريه. طبعا يعني احنا في مصر معدل النمو السكاني تقريبا 2 أو 2.25%، يبقى انت محتاج بشكل او باخر انك انت توفر، يعني انك انت محتاج طلب سنويا لا يقل عن 1 مليون وحدة سنويا للفئات متوسطة ومحدودة الدخل. وده طبعا المبادرة دي هتساهم انها توفر لتلك الفئة التمويل من غير يعني من غير ما تثقل كاهلهم او تخليهم يعني يكونوا، وخصوصا يعني هي بعائد متناقص 3%. بالفعل عائد متناقص 3%، ومن اقل المبادرات من حيث معدل الفائده، انك انت هتقدر توفر للطبقه المتوسطه ومحدوده الدخل ان هم يمكنهم يشتروا وحده للسكن، وفي نفس الوقت بقسط شهري مش هياثر على معيشتهم بشكل او باخر. طبعا يعني هيكون المجال وكمان المده الزمنيه غير مرهقه، يعني 30 سنه هيتم التسديد فيها، يعني مش هيكون في هذا الضغط لتسديد ثمن الوحده. طبعا بالفعل احنا بنتكلم في 360 شهر، يعني على 30 عام، طبعا فتره زمنيه كبيره بفائده متناقصه نقدر نقول عليها ان هي هتساهم في زياده الطلب على الوحدات العقاريه، وفي نفس الوقت هنوفر سكن ومعيشه كريمه للفئات، ويمكن هتنوع كمان يعني اشكال الوحدات العقاريه. دكتور كريم، يعني مش هيكون كل الوحدات العقاريه هي للاسكان الفخر على سبيل المثال، ما عدا طبعا اللي بتعمله الدوله من اسكان لمتوسطي ومحدودي الدخل، ولكن ايضا المطورين العقاريين هيبتدوا يفكروا بهذه الطريقه. طبعا بالفعل، وايضا هيكون برضه هتساهم برضه بشكل او باخر، احنا محدود الدخل قلنا ان هيكون الفئه المستهدفه، وايضا متوسط الدخل ان هو يقدر يشتري وحدات فاخره ايضا، سواء عن طريق ان هو يعني يدفع جزء من المقدم ويقسط الباقي اذا كان مثلا سعرها اكثر من 1 مليون. وبالطريقه دي هتقدر يزيد الطلب على الوحدات الفاخره اللي موجوده في المدن الجديده. يعني دي كلها بنقول عليها مبادرات بيعلنها البنك المركزي عشان ينشط السوق، يعني النوع ده من المبادرات مطلوب علشان تنشط السوق وتزيد وتعمل نوع من انواع ضخ سيوله جديده في الاقتصاد، وتشجع الشركات التي تعمل في المجال العقاري وهي كثير وعده ان هي يعني تشتغل مره اخرى وتضخ اموال واستثمارات في شريان الاقتصاد المصري. هل هناك شروط للبنوك او شركات التمويل العقاري اللي هتتعامل من خلال هذه المبادره؟
طبعا هو البنك المركزي وضع الشروط العامه ان يكون لمحدود الدخل مثلا سقف سعر الوحده، وان يكون اجره الشهري او راتبه الشهري. لا لا لا، ده فيما يتعلق باللي هيشتري الوحده، انا بتكلم حضرتك على نوع البنوك او نوع الشركات اللي هتنفذ هذه المبادره. طبعا بتكون الوحده جاهزه، يعني لازم تكون الشركه اللي هتخش في المبادره دي او تنطبق عليها العقارات التي يعني نقول العقارات او الوحدات اللي هتنطبق عليها الشروط ان هي تكون كامله التشطيب وجاهزه، يعني المواطن هيخش او الشاب اللي هيخش في المبادره دي يشتري من الشركه ان تكون الوحده جاهزه كامله التشطيب، يعني تكون جاهزه للسكن على طول، ودي طبعا بتبقى ميزه. على الجانب الاخر لازم تكون يعني متطابق عليها قواعد البناء، يعني اذا كان في بناء مخالف ولا الكلام ده لا تنطبق على الشروط، لكن لازم تكون من ضمن الحيز العمراني، ما تكونش مخالفه، تكون مسجله، كل تلك الاجراءات طبعا او كل تلك المعايير بتكون مهمه علشان تسهل على المواطن او على الشاب في النهايه انه يقتني وحده للسكن على طول. طب والشروط بقى المتوفرة التي يجب أن تتوفر في من يتقدم؟ طبعا يعني أعلنها البنك المركزي أنه يكون دخله سواء 4500 أو 6 للأعزب أو المتزوج، وأيضا بالنسبة للفئات متوسطة الدخل 10,000 للأعزب و 14,000 للمتزوج. دي الحدود والمعايير اللي وضعتها المبادرة للفئات، إن هم دول بيعتبرهم الفئات الأكثر احتياجا أو الفئات اللي المفروض تستهدفهم المبادرة، لأن إذا كان في دخول أكثر من كده يمكن يعني ما يحتاجش المبادرة دي، يكون لديه القدرة إنه يشتري الوحدة العقارية بأي تمويل آخر ميسر ليه، وبالتالي يعني هي الفئات الأكثر احتياجا للنوع ده من المبادرات عشان تسهل عليه عليهم شراء وحدات للسكن، وعلشان ايضا يتم الاتجاه نحو المدن الجديده ونقلل الضغط بقدر المستطاع على القاهره او المناطق القديمه في المحافظات. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، كنت معنا الدكتور كريم العمده استاذ الاقتصاد السياسي.